والله ايش احكي لك، ايش احكي لك، شارع حلب كان عامر باهله وبناسه وبكل الاقضيه والنواحي ويزوروا من اقضيه نواحي الموصل طبعا، وفنادقه مليانه لان كل العمارات هذه كانت فنادق، ورواد الفنادق انت تعرف كلهم من خارج الموصل يعني من المحافظات. فاعتيادي يزدهر بالمطاعم ومحلات الالبسه والمقاهي، احلى محلات الشرازات القديمه كلها الافريقي وغير الافريقي. والله شارع حلب الحكومه عملت اللي عليها، يعني اذا تفضل تشوف ارقى فرش، فرشه الشارع والارصفه، وفرت الماء والكهرباء، بس يفتقر ان الناس ترجع علينا تعمر محلاتها وترجع. قسم ناس عمروا محلاتهم ورجعوا، وبقيه الناس خجوله شويه ان ترجع على هذا الشارع. ترجع الحركه طبعا، ترجع التجارية. طبعا ترجع، هي ناس ترجع ناس، هي ما من اول يوم راح يرجع، ما من اول يوم راح يرجع صاحب المحل راح يستفتح، بس لازم مشوار ال1000 ميل يبدا بخطوه. يعني شارع حلب يعني من زمان كان العالم تيجي تتعنى على شارع حلب، وكان ياخذ ما ينطي، يعني كان ما شاء الله من جميع انحاء الموسم، من الاقضيه، من النواحي، الكل تجي بشارع حلب. بس هسه الوضع اختلف، الاغلبيه ما رجعوا. سبب يعني منتظرين التعويضات، قسم من عندهم تعويضات ماكو، وقسم من المؤسسين بالايسر يعني ما رجعوا، يعني من بعد الاحداث اللي صارت يعني ظلوا بالايسر، عافوا محلاتهم. اذا رجعوا ما تصير ترجع الحرب قانوني؟ اي طبعا اشون شيء اكيد. والله نحن دائما نطالب انه لازم الكل ترجع، والكل لازم تفتح محلاته وتعمر، لان اذا ما هكذا معناته ما راح ترجع الحياه طبيعيه. والله عشان شارع حلب ما قدرت تمشي من هنا، اريد يرجع. شلون يرجع؟ يرجع غير الحكومه ترجعه، غير المحلات يرجعوا من غير ما السوق النبي، عشان هنا يرجعون هنا المحلات. يعني الحكومه المواطن، يعني الحكومه غير الحكومه تعاون المواطن، غير انت التعويضات انت بهذه ملف التعويضات. نعم نعم. هل تقدرون يرجع؟ اه بارك الله بيك. يعني يرجع شارع حلب مثل الاول، داق عليه هذا من الصبح هسه داق عليه، هاي صار له كم ايش قد معزز صار له هذا؟ ما يجي خطية، هذا البحر اللي جاء فتح، ماكو سوق، ماكو، كان بالاول هنا ما شاء الله شارع حلب، ما قدرت تفوت. والله خير من الله، ماكو حد ما يجي على شارع حلب. يعني عامر ما شاء الله بالعسكري وبالزي العربي وبالسينمات وبالمطاعم وبالشيخانات وكل شيء. اول شيء الدعم الحكومي. يعني هاي العمارات كلها مال اصحابها. تعرف ما عندهم، يعني اكو ما عندي يقول لك عمر، وعمر على اي اساس اجي عمر يعني؟ ما حتى تعويض يا اخي، قرض هسه على الاقل قروض تحق ترجع، يعني تحق. هو شارع حلب كوي كثير ناس ارتادوا، يعني هسه احنا صار لي تقريبا اكثر من سنه مفتحوني، تخشى ناس تجي متعناي بس مجرد انه تفوت بهذا الشارع، يعني كل اللي هو ذكريات، وشارع قديم يعني. انا اقول لك عملوا الشارع على اساس انه يغلفون بالمستقبل، بس كدعم كتعويض هسه اذكر لي 10 اشخاص تعوضوا من هذا الشارع او من شارع خالد بن الوليد او من اي مكان، ماكو تعويض.